بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان ترجمة 66. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى ثم أم قوما، يعني في جماعة أخرى. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. طبعا الرواية هنا مختصرة، وفيها أنه يعني صلى بالبقرة، وفي رواية صلى البقرة أو النساء. وخرج رجل فتناوله يعني معاذ، يعني وصف بالنفاق لأن ترك الجماعة علامة على النفاق، فذهب واشتكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أفتان أفتان، أو فاتن فاتن فاتن، من أم الناس فليخفف. الحديث المشهور. قول: باب إذا صلى ثم أم قوما. قال الزين بن منير: لم يذكر جواب إذا، يعني قول باب إذا صلى ثم أم قوما، يعني هل تصح الصلاة أو لا تصح، هل يجوز أو لا يجوز. وطبعا عادة البخاري أن يذكر ترجمة هذه الصيغة إذا كان المسألة فيها خلاف. يقول: لم يذكر جواب إذا جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه، وقد تقدم البحث في ذلك قريبا، وتقدم الحديث من وجه آخر عن عمرو وهو ابن دينار. الترجمة 67. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أسمع الناس تكبير الإمام، يعني جواز استعمال إيه، يعني مبلغ، يعني لو إن الصوت مش هيصل ممكن أن يكون واحد خلف الإمام يبلغ. وفي قصة يعني أبو بكر الصديق لما يعني كان يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج، ف يعني أجلس على يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، فكان يبلغ الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام، يعني أيضا مشروعية ذلك أو جواز ذلك أو ما قيل في ذلك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران عن إبراهيم يعني النخعي عن أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير التأسف أو البكاء، رقيق القلب، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص يعني على يعني أن يستخلف أبو بكر في الإمامة في الصلاة حتى تجتمع عليه القلوب، وحتى يكون هو الخليفة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قالوا: رضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وقال بعضهم: أيكم تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر من منصب ولاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يتشائم الناس بأبي بكر، أن يروه في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيتشائمون منه، فكانت تلح عليه أن يأمر عمر. وأمرت مرة حفصة أن أن يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف يعني أبي بكر، وقال: إن كنا لصواحب يوسف. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، وهما العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض.
يعني صلى الله عليه وسلم من المرض ما كان يستطيع يرفع رجليه على الأرض، فكان يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، يعني أراد أن يتأخر، فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش، يبقى تابع الراوي عن الأعمش وهو عبد الله بن داود. قول باب من أسمع الناس تكبير الإمام، تقدم الكلام على حديث عائشة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، والشاهد فيه قوله أبو بكر يسمع الناس التكبير، وهذه القصة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية، وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتم به، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وقد ذكر البخاري أن محاضرا تابع عبد الله بن داود على ذلك، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. قال ابن مالك: وقع في بعض الروايات هنا إن يقم مقامك يبكي، ومر أبو بكر يصلي بإثبات الياء، بإثبات الياء فيهما، وهو من قبيل إجراء المعتل لمجرى الصحيح. المعتل العلة هنا يعني هي الياء، يصلي هي الرواية الثانية فليصلي، يعني بحذف الإيه حرف العلة، ولكن في رواية مر أبو بكر يصلي، وهو من قبيل إجراء المعتل لمجرى الصحيح، اللي هو بدون إيه بدون علة، يعني دون حذف حرف العلة، يعني والاكتفاء بحذف الحركة. ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر، يعني لو قلنا إن يعني أداة يعني جزم هيبقى يتقي بدون ياء، إنه من يتقي ويصبر، فهو يقول من إجراء المعتل لمجرى الصحيح، إنه يكتفى فيه بالحركة دون حذف حرف العلة. تنبيه: سقط في رواية أبي زيد المروزي من هذا الإسناد إبراهيم، هو إبراهيم النخعي الراوي عن الأسود بن يزيد، يقول ولا بد منه، يعني كأن الأعمش مثلا لم يسمع من يزيد، لأن الأعمش من صغار يعني التابعين. يعني الباب 68، يقول إمام البخاري: باب الرجل، هنا باب على التنوين، يعني باب الرجل ليس على الإضافة، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، ويذكر هنا بصيغة التمريض عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو معاوية اللي هو الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، طبعا عن الأعمش، الأعمش مدلس، عن إبراهيم في عنعنة، ولكن العنعنة الموجودة في الصحيحين محمولة على السماع، عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف كثير التأسف، وإنه متى ما يقم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك ليسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني يظهرن خلاف ما يفطن، وهذا كان الواقع، لأنها كانت يعني بتعتل بأنه أسيف كثير التأسف، وفي الواقع هي يعني خافت أن يتشائم الناس أبي بكر رضي الله عنه. مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر بالنسبة له مقام المأموم من الإمام، لأن في خلاف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو مأموما. وطبعا استدل بذلك أيضا على مسألة أخرى، وهي يعني إن فإذا صلى جليسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا منسوخ، لأن طبعا هذه القصة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم، وبعضهم قال لو ابتدأ الصلاة جالسا فيجب على القيام على المأمومين الجلوس، يعني لو الإمام ابتدأ وهو جالس لعذر فيجب عليهم أن يجلسوا، لو ابتدأ قائما كان في هذه القصة أبو بكر كان قائم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة بعد بدايتها، ف
فجلس أبو بكر وقام يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقام جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأقام أبو بكر. يقول فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنهم. قوله باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ابن بطال هذا موافق لقول مسروق والشعبي إن الصفوف يأم بعضها بعضا خلافا للجمهور، يعني بيعتبر الايه الصف الأول إمام للثاني والثاني إمام للثالث. قال وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل خلاف معنوي، لأن الشعبي قال في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من ركع إنه أدركهم. يعني لو قلنا أن مثلا الصف الأول إمام الصف الثاني والثاني إمام الصف الثالث والتاسع مثلا إمام الصف العاشر، لو أتى مسبوق مثلا وأدرك الصف العاشر وهم الصف التاسع وهم أو العاشر وهم ركوع والإمام قد رفع، فنقول أنه هو أدرك الركوع لأنه أدرك الصف. وده طبعا يعني كلام بعض السلف يعني اللي هو كلام الشعبي عامر بن شراحيل، ولكن الواقع أن الإيه ان هذا غير صحيح. يعني هو المراد اللي يأتمون بهم يعني في الايه في يقتدون بهم، فالذي لا يرى الامام فهو يرى يعني من خلفه فيتابع الامام بمتابعه يعني من خلفه، لانه قد يكون في صفوف بعيده جدا يعني لا يرى الامام ولكن يرى من يتبع الامام فكأن هؤلاء بالنسبه لهم يعني كالامام. يقول لان الشعبي قال في من احرم قبل ان يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعه إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض إما انتهى. يقول فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق والثاني وصله ابن أبي شيبة، ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله يأتم الناس بأبي بكر إلى أنه في مقام المبلغ، ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق، فهو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فكأنه يعني كان مسألة يعني فيها خلاف، ولذلك البخاري لم يجزم بالايه بالحكم، وهل يعني هم كالإمام في كل شيء أو كالإمام مثلا في الايه يعني في المتابعة أنهم يتابعونه، ولكن لو أدركهم وهم يعني ركوع والإمام رفع لا يكون مدركا للايه للركعة، فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود مذكور وأكيد جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد قال فيه والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم رضي الله عنه. قوله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أصحابه تأخرا فقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدك. الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه أبي نضرة عن أبي سعيد. قيل إنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده الاحتجاج به، بل قد يكون صريح الاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصح. يعني طبعا البخاري يعني مشترط في الصحيح أعلى شروط الصحة، كل تلميذ يعني قابل شيخه وطالت ملازمته له يعني درجات معينة بينتقي يعني أعلى الإيه يعني الطبقات يعني في الرواة أكثرهم تثبتا ومصاحبة لإيه لشيوخهم، فقد يصح الحديث عنده ولا يكون على شرط كتابه يعني اللي هو البخاري يعني. فيقول ان هذا الحديث يعني يكون صحيحا عند البخاري
ولكنه ليس على شرط الصحيح. يقول بل وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطي أنه لا يصلح عنده الاحتجاج به، بل قد يكون صالحا يقول بل قد يكون صالح الاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصح. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضا بخلاف صيغة الجزم، فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. يعني كلمة يذكر صيغة تمريض، فتذكر في الإيه؟ في الضعيف. ولكن لو أراد الجزم مثلا، لو قال وعلي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فيقول هذه صيغة التمريض تقال للضعيف وليس للصحيح الذي هو ليس على شرط الصحيح. يقول والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضا بخلاف صيغة الجزم، فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. وظاهره يدل مذهب الشعبي، يعني كأنه يقول أن صنيع البخاري في الترجمة هذه يعني يدل لمذهب الشعبي، اللي هو لو أدرك يعني الصف اللي أمامه قبل أن يرفع وهو ركع يعني معه يكون مدركا للركعة. يقول وظاهره يدل لمذهب الشعبي، وأجاب النووي بأن معنى وليأتم بكم من بعدكم أي يقتدي بكم من خلفكم، مستدلين على أفعاله على أفعالي بأفعالكم. قال فيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام، إنه مش شرط أن يسمع نفس الإمام أو يرى الإمام، بل يتبع يعني الصفوف. وقيل معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتبعهم إلى انخراط الدنيا. قول مروا أبا بكر يصلي كذا في بإثبات الياء، وقد تقدم توجيه ابن مالك له، وقع في رواية الكشميني أن يصلي. قول متى يقوم كذا وقع للأكثر في الموضعين بإثبات الواو، وجهه ابن مالك بأنه شبه متى بإذا فلم تجزم، كما شبه إذا بمتى في قوله إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34، يعني إذا هنا بمعنى متى، يعني متى أخذتما، وذلك إن لم يجعلها إجازمة، يعني فحذف النون وقع في رواية الكشميني متى ما يقوم ولا إشكال فيها. قوله تخطان الأرض في رواية الكشميني يخطان في الأرض، قد تقدمت بقية مباحث الحديث في باب حد المريض. وقوله في السند الأعمش عن إبراهيم عن أسود كذا الجميع وهو الصواب. يقول وسخط إبراهيم بين الأعمش والأسود من رواية أبي زيد المروزي وهو وهم قاله الجياني كما قال في الترجمة السابقة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.